حب الصيف فقد حلف ميت يمين وميت عظيم وبكسر الهاء. أقسم بالله يا أخي، أقسم بالله العظيم يا أخي، والله العظيم أقسم بالله العظيم يا أخي، أن عائلة خدعت وتم إغراؤها لتعود إلى الجسر، وعندما عادت رشوهم وهن من بيت العطوف، رشوهم كلهم. العائلة لم تغادر الجسر أصلا، والكلام ليس من عندنا. وها هو الحاج أبو هيثم والحاج أم هيثم يحكيان ببساطتهما التي تدمع لعفويتها العيون. أنا ما طلعت من هون نهائيا، أنا بيتي بيرك. تمينا لمن قديش بعد ما فتت مبركنا هوني جزيرة طلعتنا نميتين، قد ضربنا صاروخ، نحن ما ضربنا صاروخ ولا دبابي ولا أجا صابنا حد نهائيا. الله لا يوفقون، الله لا يحن عليهم، هن اللي سوى الشغلة كله كذب، يعني كله كذب بالجزيرة، كله كذب ليعلقوا العالم في بعضها. قالوا أن أنت توفيتي؟ أنا توفيت وأبو هيثم توفى وضربونا صاروخ. أيوة. ومتنا وطلعت لتركيا لا حلب للشام لكلها، يعني سيمت اني نحن متنا. اتصلوا فيني من على حدود الشباب رفقاتي انه وفاة جدي ونانتي ونحن يعني بيناتهم، انه ما من قبل انه من الجيش. الجزيرة حكيت هالشي، وطبعا كله يعني اخبار كاذبة وكذب كذب، ما في كل هالشي صار، والجزيرة طبعا اللي حكت. الحاج أبو هيثم حكى فيما حكاه موقفا بينه وبين ضباط الجيش في جسر الشغور كان التالي. جدي سيدي الجماعة يا عمي بتشي أنا والله بلنا مي، أخذ قالونتين وراح عبونا ياهون جابونا كمان مي معهم. الجيش كويس كتير ما دعدنا، وكل أهلا وسهلا الرائد والملازم. تمينا هون ما حدا حكي معنا، جيبونا أكل، جيبونا خبز، الجيش كويس كتير، جابونا أكل، جابونا مي، وإيش بدك يا حجي نحن موجودين هون. قلنا الله يعطيكم على فعل.